ورجعنا لكم تاني وفقرة التحدي برعاية فاتيكا جل. عايز اركز نفسي اكسب البتاعه. فاردي هداف الموسم الماضي بيواصل تألقه في الموسم الحالي، سجل كام جول حتى الان في الدوري الانجليزي السنه دي؟ 13 11 9 9 و10 10 10 10 ان هو كان عنده 8 وجاب جونين. وهداف الدوري كالفرت لوين 11 جول، صلاح 10، فاردي بقى 9 8 مثلا حاجه كده. صح 10 طب انا قلت 10 في الاول. لا ما قلتش هو 10، انا اللي قلت 10. السؤال ده بتاعي. فريق واحد في الفرق الصاعده للدوري الانجليزي مش موجود حاليا في مناطق الهبوط. ايه ليز؟ صح ليز يونايتد. مباراه واحده انتهت 0-0 في الجوله الاولى للدوري. مانشستر يونايتد مانشستر سيتي. ده الدوري المصري اصبر. الدوري المصري؟ في الجوله المصري الاسماعيلي. صح مصري الاسماعيلي. يا ابني اللذي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ما شاء الله؟ انا المحلل يا ابني ما شاء الله. في كأس الأمم الأفريقية 2002 خرج منتخب مصر من كأس الأمم على يد الكاميرون في الدور الثمانية. مين سجل بومة. هدف باتريك بوما. باتريك بوما صح. في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2004 منتخب مصر فاز على موريشيوس 7-0. صعب قوي ده. مين اللي سجل؟ أنا جبت جونين. أنت اللي جبت جونين على الماتش ده. أنا جبت جونين وبلال جاب جون باين أو جونين وأكيد أحمد حسن جاب حد. أنت سمعت السؤال؟ ايوه موريشيوس. ولا رايحين بتجري مين جاب الاجوال؟ مين جاب الاجوال؟ انا ما قلتش حاجه لسه. امال ايه؟ انا قلت اللي جاب الاجوال ميدو حازم سجله وصنعوا كام هدف؟ انا جبت جونين. جون بدماغي وجون فاول. انا جبت جون وعملت جون واكيد عملت جون. انا تخيل انا جبت جون وعملت جون. انت جبت جون لوحد. انا جبت جونين موريشيوس. جبت جونين اصل كان في كمان مدغشقر كان 7 برضه حاجه كده. صح انت جبت جونين برافو عليك. انا جبت جونين صح؟ انت ايه؟ انا جبت جونين صح؟ والله جبت جونين صح. انا جبت جون. انا جبت جونين غالبا. عملت جون وانا جبت جونين وعملت جون. عملت جون بوش ريبلي كده من البلاد. انت سجلت جونين صح خلاص. وانت جبت جون وصنعت جون صح. يبقى احنا صح. انت ما عملتش اسيست. والله عملت جون لبلال. يبقى فاروق